مساء الخير يا جماعه. ايه مالكم في ايه؟ فؤاد تعال معايا انا عايزك. اقعد. امنيه بتحبك قوي يا فؤاد وبتتعذب علشانك. طب وانا هعمل لها ايه؟ افتح لها قلبك، حاول اديها فرصه. وإذا كان قلبي مش ملكي؟ ليه؟ قلبك فين؟ والله لو قلت لكم الحقيقة مش هتصدقوني. ما تصدقكش ليه؟ أصلها حاجة ما يصدقهاش كل عقل. يعني كلام ماما صحيح. حرام عليك تضيع شبابك في أوهام. أنت راجل متعلم يا فؤاد والحاجات دي كلها خرافات. شفتي؟ أدي أنت مش مصدقة. أصدق إيه؟ دي أوهام بيخلقها عقلك الباطل. هتكلميني بعلم النفس؟ ما قلت لك محدش هيصدقني. لنفرض إن دي الحقيقة. هتقعد طول عمرك عايش كده؟ احنا في الدنيا ما تحاولش انك تغير الاوضاع. قوم يا فؤاد. على فين؟ امنيه تعبانه نايمه في اوضه ماما. اطلع شوفها. ما اقدرش. بس حاول، حاول مره واحده. حاول انك تعيش في الواقع. احاول. مساء الخير يا أمنية. مساء الخير يا فؤاد. ايه مالك؟ في حاجة مضايقاكي؟ لا أبدا، شوية دلع. لا ده أنت دلع جامد خالص. أعمل إيه؟ ما دام مش لاقي حد يدلعني. أدلعك أنا يا ستي. اسمعي، عندك مانع نتعشى الليلة برة في أي حتة؟ أنت بتتكلم جد يا فؤاد؟ طبعا، ليه لا؟ تأكدي إنك مش هتكوني متضايقة أبدا. يعني بتديني فرصة؟ في الواقع أنا بديها لنفسي. متشكرة أوي. بس دي حاجة فوق طاقتك. اللي عاوز يوصل لحاجة لازم يتعب. ولو ما نجحناش يبقى مش هنندم على الساعات الحلوة اللي هنقضيها سوا. يلا يلا استعدي وانا هستناكي تحت. يلا. Thank you.
سعيدة قوي يا فؤاد انك جنبي، ومش عارفة اعمل ايه عشان اسعدك. انا عارف انك بتحبيني يا امنية، عشان كده بحاول ان اعيش معاك في الواقع. لو سمرة دي كانت انسانة عايشة كنت عرفت ازاي اتفاهم معاها. ربنا معايا عليك. ايه بكلمك؟ اوعي تقولي له اي حاجة عشان هو مش هيشوفني ابدا بعد كده. سمرة، سمرة، سمارة، أرجوك كلميني، عاوز أشوفك يا سمارة. قولي للواد ده يبطل لماضي أحسن هكسر الكازينو على دماغه. إيه ده؟ كده سمارة؟ قول للسرومي بتاعك يقوم ينضف بدلته عبال ما أتكلم معاكي. قوم يا فؤاد نضف بدلتك قوم. طب أوعى تخليها تمشي اللي ماكش. اتفضلي اقعدي. لا مش هقعد، هكلمك كده وأنا واقفة. بس اسمعي، أنا مش عايزة فؤاد يتجوز أبدا. واي واحده هتيجي جنبه هخرب بيتها. دلوقتي بس عرفت انك ما بتحبيش فؤاد. لو كنت بتحبيه كنت دورتي على سعادته. انت يا بنت يا مفروضه لو كنت تدوري على سعادته. هعمل المستحيل عشان اسعده. اسمعي يا بنت، ما اقولك تاخدي بعضك وتسافري تدوري لك على واحد غيره. فؤاد ده ملكي انا، انت فاهمه؟ وده اخر المضربه ومنها. مالك يا امنيه؟ انا في حلم ولا في علم؟ انا مش مصدقه. قالت لك ايه؟ انا عايزه اروح دلوقتي اعصابي خلاص. يلا بينا.